والآن مشاهدينا الكرام إلى جولتنا الاقتصادية في التاسعة، نتابعها مع ميرفت المليجي. إليك ميرفت. شكرا نهى، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. شاركت مصر في اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والذي عقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وقد تناول الاجتماع العديد من الموضوعات من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، وكذلك مخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا استمرار التطوير الذي تشهده منظومة البوتاجاز في مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات البترول للقطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022. نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب قابلتها مشتريات للمستثمرين المصريين. وقد سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق مستوى 676 مليار و600 مليون جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10079 نقطة وأغلق عند 9763 نقطة متراجعا بنسبة 3.3%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند 2267 نقطة وأغلق عند 2114 نقطة متراجعا بنسبة 6.67%. التراجعات امتدت إلى مؤشر إي جي إكس 100 والذي فتح عند 3223 نقطة وأغلق عند 3036 نقطة متراجعا بنسبة 5.78%. نتحول إلى أسواق الخليج، حيث تراجعت مؤشرات أسواق الخليج بشكل كبير إذ ضغطت مشاكل النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط وأثرت على تعاملات المستثمرين مع ترقب الأسواق لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، وهو ما قد يؤدي إلى ركود وانخفاض الطلب على الوقود. وانخفض مؤشر البورصة السعودية بنسبة 2.2% ليواصل سلسلة الخسائر المستمرة منذ 4 أسابيع. وفي الكويت هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 28%، فيما تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 5%. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لريهام ونهاء إليكم. شكرا ميرفت.